يا شباب، معكم حلقة جديدة مع بودي جيمز. النهاردة هنلعب لعبة ماينكرافت، وده يا جماعة الجزء التاني من استكشاف الكهف. طبعا يا جماعة انا ما بعدتش كتير عن المكان، في تقريبا دوت نفس المكان، بس لقيت لافا حاجات كتير كده مرعبة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزة خالص في اللافا، فايرون هنا كده. تمام، ناخده كفايه يا جماعه، شكله كده طلع حلو. تمام، انا دلوقتي مش هفوت اي حبه ايو، مش انا محتاجه قوي، محتاج كمان ايه ملي منه دروع عشان انا بتفنن بسهوله. يعني ممكن دي زومبي واحد يفنش نايتي. تمام يا جماعة، في ايرون كتير هنا، عقبال الدايموند بقى يا جماعة. يعني ما تفتكروش ان اللي هناك ده دايموند، عشان ده نحاس. يعني ما بكره النحاس في اللعبة دي بسبب كده، شبيه جدا للدايموند. الله يخرب بيت رعبك يا سلم يا الاندر مان، انت انا سميه سلندر مان. ما شاء الله الذكاء بتاعي كفايه يا جماعه، كبير جدا. اصلي كنت من هناك كده، انا يا رب فنش. لا كده متنا بقى، ثواني. وتي زفت منك بس كده، انا ما موتش انا يا جماعه، عيب عليكم. ما دمي يعني انا قلب حرفيا. شو هنفضل قاعدين هنا شويه كده لحد ما نهيل وعصبي ترتاح، بس انا هكسر البتاع دلوقتي. ده كنت اتفنشت ببساطة، يعني انا حافظ الاحداثيات وكده، كنت هاجي كنت هاجي على طول. ايه ده غريبة، يعني في خريطة تانية. وعلينا اهي يا جماعة الخريطة اللي في البيت بتاعي. والله يا جماعة الشلد ده اهم حاجة في اللعبة، اهم من الدروع. تمام، احنا ايه على الشمعة انتي تكلمة او دي مش عايزينها.